تابعنا في الأيام الماضية موضوع الطفل الشنودة، ووجهت الأم استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقالت كلمة منك تحل المشكلة. وبعد ما تم عرضها في الإعلام المصري والرأي العام القبطي داخل مصر وخارجها، وصل الموضوع إلى الإعلام العالمي. لكن في البداية نشاهد معا فيديو لوالدة شنودة القبطية التي وجهت استغاثة إلى رئيس الجمهورية. نشاهد معا هذا الفيديو. هو حياتنا نور عينينا، يعني كنا عايشين على حسهم. دلوقتي مفيش عارف خالص، كأن ضلم مش شايف عليهم مش عارفه اعيش من غيره. انا عايزه شنوده. لو يتكرر مسكت الرئيس يبعتهولي يتصرف يعمل اي حاجه، بس ان شنوده يرجع لي. انا مش عارفه اعيش من غيره، مش عارفه اقعد من غيره خالص. انا تعبانين، مش عارفين نعيش من غيره خالص. كنت لشنو كده انا ممكن اروح اشتغل خدامه في الدار. يعني اكتر ساعد جنبي اشوفه قدامي، مش مشكله ان شاء الله مساحه اعمل اي حاجه، بس اقعد جنبي. رجعوا شنوده لابوه وامه اللي احتضنوه وتبنوه علشان مستقبله وعلشانهم هم كمان. معنا على التليفون في هذا الموضوع الأستاذ هاني رمسيس المحامي والحقوقي القبطي. مساء الخير يا فندم. ألو الأستاذ هاني رمسيس، معنا؟ أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني دلوقتي موضوع الطفل الشنودة بعد ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصل ايضا الى الاعلام العالمي. تفضل يا فندم. ايوه، يعني من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الانسانيه ايضا، ايه الحل في راي حضرتك؟ بص يا دكتور هاني، انا كتبت من وقت ما ظهرت المشكله دي يوميا اكتب عن الطفل شنودة ووالديه. الجانب القانوني تم بحثه من النيابه العامه، وتم بحثه من وزاره الشؤون، وكل ما صدر من الجهات المختصه هو جانب قانوني لا يمكن ان ندعي انه يحمل خطا قانوني، لكنه يتعارض تماما مع الاخلاق والانسانيه، يتعارض تماما مع الطبيعه سموها ايه؟ الحياه الطبيعيه تقول ان اي اسره ما عندهاش طفل من حقها انها تتبنى الطفل، تتبناه طبقا للقانون وبما لا يتعارض مع قواعد الميراث ولا يتعارض مع قواعد النسب، امور كلها يجب ان ينظمها القانون. طب هل الحاجات دي متنظمه ولا مش متنظمه بالنسبه للمسيحيين؟ رجوعا الى اخويا معالي المستشار نبيل غبريال، الراجل جاب لائحه 38 وطلع منها المواد الخاصه بالتبني ونشرها على صفحته، والراجل قال احنا التبني بالنسبه لنا قانونا مقنن في وجود المجلس الملي. ارجع على كتابي، هل النيابه العامه غلطت؟ لا، النيابه العامه ما غلطتش. احنا اللي اصبح عندنا عوار قانوني وثغره قانونيه منذ الغاء
أو إيقاف العمل بلائحة 38 ونحن نعاني من مشكلات لا حصر لها. للأسف الشديد إحنا لا يوجد مجلس ملي نتعامل معه في هذه الأمور. الكنيسة تجد حساسية في المجلس الملي. قضاة البابا حتى الآن لم يصدر قرار بإعادة انتخابه. أدي الجانب القانوني اللي ممكن الكنيسة وشعب الكنيسة والدولة تتعامل معه. الدولة ممثلة في وزارة الشؤون أنا مش عارف إزاي نفذت القرار ده. يعني أنا نفسي أتخيل اليوم اللي تم انتزاع الطفل فيه من أبويه وإيداعه لدار الأيتام. يعني لحظة قمة في القسوة وتتعدى حدود الإنسانية والطبيعة اللي بيسموها إيه؟ طبيعة الإنسان الطبيعي إنه يتألم من رؤية طفل بينزع من أبويه. هو مالوش ذنب، هو ما يعرفش لقيط مش لقيط، ما يعرفش القصة. أنا بناشد كل الجهات المسؤولة في مصر. إحنا لسنا في حاجة إلى أزمات، يكفينا ما لدينا من أزمات. سمعة مصر بين إيدين الناس كلها. سمعة مصر لا يجب أن تكون مرتاع لكل شخص في حد ومحطة في العالم لينتزع منها جزء من هيبتها. أنا شايف إن جه الوقت اللي إحنا زي ما حلينا مجموعة من القضايا قانونا وكان من المستحيل حلها إن نحل المشكلة دي. طب تقول لي إزاي؟ كان عندنا مشكلة كبيرة جدا أن الطلاق في مصر في خصوص فيما يخص إخواتنا المسلمين لا يمكن أن يتم إلا بعصمة الزوج. تم إصابة المشكلة. إيه اللي حصل؟ الجهات المختصة الدينية قعدت مع بعض، يعني قعدت وبحثت ولقت إن في قاعدة شرعية تصلح أن تكون قاعدة قانونية وأجازوا الخلع. أنا شايف اللي حل أزمة الخلع، اللي طرح حل أزمة الطلاق في عصمة الرجل فقط، قادر إن هو يطرح حل لمشكلة التبني. وبدأ بعض الزملاء والأخوة يتداولوا بعض النقاط الشرعية أو الأحاديث أو التفاسير الخاصة بفقهاء الإسلام فيما يخص موضوع التبني. طيب عندنا حل تاني منطقي. يعني انت النهاردة اما ما قدرتش تعمل قانون موحد لدور العباد عملت ايه؟ قانون خاص ببناء الكنائس. ايا كان اختلافنا او اتفقنا مع بعض بنوده، لكن انت حليت الموضوع بطريقة تانية خالص مختلفة. انت مش هتقدر تعمل قانون موحد لدور العبادة نظرا للأعداد ونظرا لأسباب مختلفة. وليكن اعمل قانون خاص بالمسيحيين فيما يخص التبني. طيب هقول لحضرتك حاجة. الحقيقة المستشار منصف سليمان طلع على موقع الشروق وقال ان التبني يخالف النظام العام، وانا اقول لك أن التبني لا يخالف النظام العام. ليه؟ لأن فكرة النظام العام هي فكرة متطورة وليس جامدة وثابتة. طب إزاي؟ أنت النهاردة لما جيت في الدستور الجديد ووضعت مادة ثالثة قلت ويحتكم غير المسلمين شرائعهم، فيما معناه يعني عشان ما يبقاش تعبير دقيق. تمام؟ ويحتكم غير المسلمين شرائعهم. إذا في تطوير في فكرة النظام العام هنا. هو اعترف بوجود ديانات اخرى في الدستور بشكل مباشر وقال لهم شرائع. وهذا افصاح وليس اعتراف، يعني الديانات موجوده بس هو افصح بشكل قانوني قال ان في ديانات لها شرائع اخرى غير الاسلام بينظم حياتهم بشكل ما. الناس دي ترجع لشرائعها في تنظيم حياتهم. من ضمن شرائعنا ان احنا نبيح التبني. طب هل ده يتعارض مع الشريعه الاسلاميه؟ لا، احنا عندنا دستور، الدستور الاعلى في البلاد اللي بيحكم كل القواعد القانونيه وحط قاعدتين دينيتين، حط الماده الثانيه وحط الماده الثالثه. اذا
كل من يحتكم للشريعة الإسلامية فيما يخص المادة الثانية هذا حقه، وهذا النظام الذي ينظم حياته، وأنا من حقي أحتكم للمادة الثالثة في شؤون الأحوال الشخصية وما يخص تنظيم حياتنا في الشأن الديني الخاص بنا. يعني ليها ألف مخرج، فقط الإرادة في حل هذه المشكلة. أنا بقول لك أهو أن مصر امتلأت بمئات الملايين المسلمين من مسؤولين وأشخاص عامة متعاطفين أكبر درجة تعاطف مع الطفل شنود ومع أسرته، وعشرات البوستات وعشرات التصريحات من أشخاص مختلفة في الوطن في الداخل قالوا إن هم متعاطفين وأيدوا اتجاه الحل للجانب الإنساني. طب في اقتراح تاني؟ نقول اقتراح تاني. إيداع شنودة دار مسيحية من اللي هي بتهتم بالأيتام نظرا للطبيعة الدينية الخاصة بشنود، اسمه شنود ما اسموش يوسف، ديانته المسيحية مش الإسلام. طب تقول لي ازاي؟ هقول لك، فكرة الفطرة دي فكرة إنسانية وليست قانونية، وفكرة أخلاقية وليست قاعدة شرعية. تقولها لي طب ايه ارتباطها بشنودة؟ طالما شنودة توفرت فيه شرائط ان هو اتوجد مع أسرة مسيحية وفي مكان مسيحي وفي إطار الكنيسة، إذا انتزاعه بهذه الطريقة يعني يتعارض تماما مع قواعد هامة جدا. تقول لي ايه هي؟ طب ما احنا عندنا دار ايتام مسيحية، مش عندنا دار ايتام مسيحية وبيوت ممتلئة بأولاد زي كده؟ هل لأن هم غير لا يوجد لهم أب وأم معلومين، وآسف على التعبير للقطاع أيا كان التعبير أنا آسف يعني، تمام؟ هل دول ناخدهم من دار الرعاية المسيحية نوديهم بدار رعاية ونحول أسمائهم من المسيحية الإسلام لأن ليس لهم أب وأم معلومين؟ يعني أنا بناشد سيادة النائب العام المصري اللي هو راجل أنا أثق في أدائه وأثق تماما في فكره، لأنه هو عمل طفرة في مجال النيابة العامة غير عادية، إن يفتح ملف شنودة تاني، يفتحه ونتقابل مع سيادته نعرض الأمر إذا كان الأسرة بيها محامي أو نشكل فريق دفاع عن ابننا شنودة وأسرته. أناشد وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي أناشدها، الأمر ينطبق بسمعة مصر، كل الناس أقروا إن الولد اتواجد في دار في مؤسسة مسيحية في الكنيسة. أيوة. فالطبيعي إن الوزارة تتعامل كما تتعامل مع دار الرعاية المسيحية. نتمنى ذلك. وتوضع الطفل في مكان. أيوة. الطبيعي. أيوة. كل دي حلول بس يبقى عندنا أراضي. طيب هل حد خالف القانون؟ ما حدش خالف القانون. أنا بقول لك. أيوة. ما حدش خالف القانون. أيوة. لكن القانون ليس نصوص. كلنا بما فينا كرجال قانون أو أشخاص لهم علاقة بمجال الحياة العامة فاهمين تعبير روح القانون. أيوة. انت عاوز تطبق القانون طبقه، بس في حاجه اسمها في القانون. وعلى فكره النيابه العامه طبقت روح القانون في اكثر من مره، تقدم الناس فيها لاخذ يعني بالشكاوى الخاصه. أيوة. باسره. أيوة. والد الطفل. أيوة. لن نعترف يوما ان شنوده مسلم، مع كامل احترامي لاخواتنا المسلمين وكامل تقديري لهم جميعا وكامل تقديري لأخواتنا وأحبائنا بل ملايين المسلمين في مصر الذين تعاطفوا مع حالة شنودة. ولن يعني يهجأ لنا بال إلا بعودة شنودة إلى والديه. نتمنى ذلك. هل ما نعلق يعني هل الكلام ده
مرتبط بالشريعه الاسلاميه خالص. ايوه خالص. ايوه هو هو يعني مع اخواتنا المسلمين. أيوه. في مصر والشريعه الاسلاميه تطبق طوال الوقت. مش دي ازمتنا خالص. واي اختلاف بنلجا ليه للقانون او نلجا ليه للعامه او نلجا ليه للجهات المختصه. الموضوع مش نزاع ديني. ايوه ايوه. ولا نزاع بين مسيحيين ومسلمين خالص. ايوه. الموضوع مرتبط بمبادئ انسانيه. أي. ومبادئ مسيحيه. انا في احترم تماما كل من يؤمن ويعتقد فيما يراه، وايضا على الاخر ان يحترم ما اؤمن به واعتقد به. ايوه ده يعني حقيقي. فكرة نزع الولد من والديه ما زالت خنجر ضرب في قلب اب وام، بل في قلب المجتمع كله. ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك الاستاذ هاني رمسيس المحامي والحقوقي القبطي. الاعلام العالمي تفاعل مع هذه القضية، ولكم أن تتخيلوا كيف كانت أو كيف أصبحت صورة مصر في الإعلام العالمي بعد ما وصل موضوع خطف أو نزع الطفل شنودة من أسرته القبطية وإيداعه ملجأ وتغيير ديانته بحجة أنه مسلم بالفطرة. هنعرض أمام حضراتكم صور للإعلام العالمي اللي اهتم بهذه القضية، وصلت إلى أكبر دار الإعلام والقنوات التلفزيونية في أمريكا وفي أوروبا، وكلهم اتكلموا عن هذا الموضوع. وزي ما حضراتكم شايفين من العنوان أن شنودة ذو الأربع سنوات يعني أسئلة مزعجة بعد ما تم انتزاعه من أسرته المسيحية بحجة أنه مسلم بالفطرة، زي ما قالت التحريات واللي أودعوه الملجأ واللي أخدوه من أسرته. طبعا هذا النبأ اللي انتشر يعني أدى إلى ضغوط على مصر. الصورة العالمية لمصر أصبحت سيئة جدا في مش بس في حقوق الإنسان، لكن أيضا في حقوق الطفل والتمييز الديني، زي ما حضراتكم شفتوا الأستاذ إيهاب رمزي النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب قدم طلب إحاطة لحل أزمة الطفل شنودة، وطالب بتفعيل نظام التبني لدى المسيحيين وفقا للائحة 38 للأقباط الأرثوذكس مع بدء دور الانعقاد الجديد للمجلس في الشهر المقبل. المشكلة انه كل يوم بيعدي على الأسرة بيبقى يعني وكأنه يعني يوم في الجحيم، يوم صعب على الأسرة الأب والأم، وأيضا كل يوم بيعدي على الطفل شنودة في الملجأ. هو طبعا أكيد واجه صدمة بعد ما نزع من أسرة قبطية. هنحط صورة الطفل شنودة أمام حضراتكم الآن. يعني بعد ما نزع من الأسرة القبطية، لو ممكن نحط صورة الطفل شنودة لو سمحت. بعد ما نزع من أسرته القبطية وتم إيداعه أحد الملاجئ، لكم أن تتخيلوا الصدمة اللي واجهها الطفل، هذه النقلة والسقطة الرهيبة من أسرته القبطية اللي كانت بتهتم به وترعاه، زي ما حضراتكم شايفين مظهره وشكله وتغذيته وتربيته، وبعدها يتم إيداعه في أحد الملاجئ. لكم أن تتخيلوا جيرانه الجدد وزملائه الجدد شكلهم إيه، وفرق المعاملة هتكون إيه، وأهم شيء طبعا هو تغيير ديانته وبالتالي تعليمه للصلوات الغير مسيحية. ودي صدمة جديدة بيواجهها الطفل شنودة. منظمات حقوقية وشخصيات عامة وبرلمانيون وناشطون حقوقيون ناشدوا بالتدخل لحل أزمة الطفل شنودة، وهناك حملة توقيعات تقودها جمعية قضايا المرأة المصرية لإعادة الطفل شنودة لوالديه، وهناك مطالب بمتابعة الحالة النفسية للطفل. ده أهم شيء الآن لكي إلى حين أن يتم إعادته إلى أسرته.
أما بشأن ما تردد عن إسلام الطفل مجهول الهوية بالفطرة نحيطكم علما. ده الكلام القانوني بيقول أنه لا يوجد أي نصوص قانونية أو دستورية تنص على هذا الأمر، وأنها مجرد تفسيرات وتكييف قانوني خاضع للقائمين على تطبيق القانون. هو الموضوع كله كان على هوى التحريات والمسؤولين الاجتماعيين اللي انتزعوه من داخل أسرته القبطية، وحنشوف في الأيام القادمة ماذا ستسفر عنه الضغوط الإعلامية داخل وخارج مصر، خصوصا أن هناك جهات أخرى تدخلت في صف عودة شنودة إلى أسرته القبطية، ومنهم الأزهر كمان دخل في هذا الموضوع. ومن رأي رجال الأزهر أن يتم إعادة الطفل شنودة إلى أسرته. بنتمنى أن يحدث ذلك، وأن يحدث ذلك في القريب العاجل.